بيقولوا انه قصته مع الفن بلشت من وقت اللي قدرت اصابيعه تحمل الفرشايه، ومن بعد اكثر من 15 معرض بين فردي وجماعي نقل من الرسم على النحت. اهلا وسهلا فيك الفنان التشكيلي نبيل وهبي، صباح الخير. صباح النور. يعني بلشت ترسم من زمان كثير، وتقريبا اول معرض كان بال 79، وهلا فجاه نقلت من الرسم للنحت. شو اللي بخلي الفنانين ينقل هيك فجاه من مجال لمجال ثاني؟ هو الفن مترابط مع بعضه، يعني كان ما في يعني شيء بفرق بين الرسم وبين النحت، لانه اول لاخر هي بتمر بالنحت بنمر بالرسم، يعني بدنا نعمل اكسكيز، بدنا نرسم القطعه وقتنا ننفذها يعني نرجع. بس مش هين انه الواحد يعني ما بعرف قديش الرسم خليك على اطلاع بمجال النحت، يعني عم تنحت خصوصا انه عم تنحت حديد. نعم، هي لك شغله، كل مسيرتي الفنيه من اول اشتغلت حتى نبش على شخصيه معينه، على شخصيه وهويه خاصه فيي انا. اشتغلت عده معارض، فت بانطباعي، اشتغلت على تجريدي، وانت اشتغلت على الرمزيه. حبيت هالقطع الرمزيه اللي انا لقيت حالي فيها انه جسدها بهالاعمال، عشان هيك حبيت انه لاقي شيء جديد اخلقه، وحتى ثبت هويتي اكثر وورجي يعني شو فيني اعمل اكثر، يعني بالنسبه نواحي مختلفه من الفن. نواحي مختلفه من الفن طبيعي. اوكي، لوحات الرسم يلي حضرتك كنت عاملها يمكن من سنوات هي ذاتها نقلتها كمان منحوتات او لا؟ لا، هي اللوحات اللي انا عم اشتغلها كانت انطباعيه، في اشياء تجريديه يعني، واشياء الرمزيه مثل ما عم بتشوفي هلا كمان على الصور اللي عم تقطع، انه هودي كان عم تتجسد كمان. اكيد في قطع منهم على اللوحات، بس هودي كيف بدي اقول تطور يعني للرسمات ولا للوحات اللي كنت عم اعملها الرمزيه القديمه، في تطور يعني، واكيد يعني انتقلت من مرحله لمرحله ب يعني باضافه اشياء عليها ب يعني بعد الخبره اللي قطعت اكيد غير تقنيات يعني كمان طبيعي. بس ليه اخترت الحديد تحديدا؟ اشتغلت شوي على الخشب، اشتغلت شوي على الحجر، بس لقيت المعرض نقيته حديد. هذا الحديد، اي نعم، هلا بلشت بالحديد وعلى على ثنائيه الابعاد مثل ما عم شوفيهم سيلوات يعني. قديش الحديد طاوعك؟ يعني اساسا مش هينه، لانه ماده الحديد ما نعم. هينه، ما سهله. نعم، هي العمليه انه عم بشتغل على ثنائيه الابعاد، يعني انا اليوم عم برسم القطعه، عم قص القطعه، وعم برجع انعمها وظبطها بشكل اللي عم تلاقيها هيك، يعني عم باخذ القطعه الصلبه وعم جرب لينها قد ما فيني يعني بالاحاسيس. القطعه الصلبه مش بس عم تجرب تلينها كملمس، عم تجرب تخليها مقبولة على العين أكثر، يعني عم تعملها فن، يعني قد ما فيني عم بتكون عم بخليها تكون شفافة أكثر، وعم بعطيها هالليونة والأناقة، الأناقة يعني قطعة حديد صلبة وباردة، عم جرب أعطيها حياة شوي زيادة. مزبوط. بس بعد 40 سنة من الرسم نعم. والمعارض اللي انعرفت فيها، مش شوي في ريسك أو في خطورة أنك ترجع تاخد غير نوع هو فن بالنهاية، بس غير خط؟ يعني بالنسبة لي أنا هي تجارب، كل حياتي الفنية هي تجارب، يعني الفنان بيقطع بتجارب لما عم بيشتغل، إن كان انطباعي أما تجريدي أما رمزي، أما هو كله تجارب يعني. والفنان هو شو في يعطي وشو في يعني، على طول في تجارب بدها تضلها موجودة، وشو في أنا أعطي أحسن. أوكي. يلي عم نشوفهم هن قطع من المعرض. نعم. المعرض رح يضم 35 عمل. نعم. معظمهم مرتبط بالمرأة، مش كلهم بس معظمهم مرتبط بالمرأة، وفي قسم كمان للبحر. لما بتتخيل أو بتشوف القطعة بتعرف شو بدك تعمل فيها؟ يعني بتكون حاضرة الفكرة؟ هي الفكرة هي أحاسيس أساسا، يعني اليوم أنا بكون عم قاعد بتطلع بشغلي، ولا بكون إجيني فكرة براسي بعمل كروكي، وبعدين بصير بعمل لها إلابوراسيون، يعني بعمل لها طريقة يعني تجسدها، كيف بدي أجسدها، هيدي بتجي أنا وعم بشتغل فيها. يعني ما هي بتجي من الإنسان، من جوا، من الأحاسيس. يعني بتقول بدي أرسم مثلا لو سون دو لامير أو صوت البحر مثلا، هلا طلعت قبالي الآن. نعم.
بتعرف لها شكلها يعني براسك ولا انت وعم تشتغل بتاخذ الشكل القطعه؟ هي بتجي الفكره وبتبلش بالتجسيد، انا وعم بشتغل بصفي بخلقها يعني ما بتخلق، هي ما بتخلق الرسمه براسك، بتجي الفكره وبتبلش انا وعم بشتغل ببلش اشتغل عليها. طيب افتتاح المعرض كان امبارح، كيف كانت الاصداء؟ الحمد لله كانت خير الله، يعني كان اجواء كثير حلوه وكنا مبسوطين كثير، يعني انا تفاجات انه الاشخاص اللي اجوا زوائين الفن والاصدقاء والفنانين اللي اجوا حضروا المعرض تفاجئوا بهالنقله النوعيه اول شيء بالنسبه لل شو شافوا، وكان اصداء كثير حلوه بالنسبه لي انا. أوكي. يعني انا ساتيسفاي مثل ما بقولوا، كانت خير الله انه قدرت وصلت الفكره والناس حبت اكيد انه هيدي مجازفه. أوكي. مجازفه مين. بس انه الحمد لله كانت الاصداء ايجابيه. هلا بالمعرض الثاني شو ناوي؟ ان الله راضي مع الرسم والنحت. هلا اليوم انا اخذت هالخط، يعني هالخط هيدا اعطاني شخصيه جديده بالنسبه لي. حبيبه جديده، حابب انه طورها اكثر وشوف وين بدي اوصل فيها. ان شاء الله خير. لايمتى مستمر المعرض؟ هيدا المعرض بلش امبارح ومستمر ل 30 الشهر بجالوريا اكزود بالاشرفيه على العكاوي. ببلش اليوم عندنا من 3 ل 6، كل يوم من الاثنين للجمعه من 11 ل 6، والسبت كمان من 3 ل 6. ماشي حالك، وبتمنى تشرفونا واهلا وسهلا فيكم. ميرسي، مبروك المعرض واهلا وسهلا فيك. ميرسي ميرسي كثير. متابعين حلقتنا